جماعة الخير اجتمع لنا ثلاث يعني شرف المكان اللي هو المدينة المنورة اللي فيها هذه الجمعية المباركة، وشرف الزمان اللي هو رمضان، وشرف العمل اللي هو الصدقة. المكان المدينة صحيح. ويكفي وما أتوقع يعني ما يخفى على شريف علم الحاضرين والناس المستمعين شرف هذه المدينة، بل أنه في الحديث من استطاع منكم أن يمت مدينة فليفعل، أن يكون غالب إقامته في المدينة، وهذا يكفي فضل وشرف. الأمر الثاني رمضان ومعروف فضله، ولا نود أن نستطرد فيه كثير. وأما الصدقة فلو ما أخذنا إلا حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمره لمثاث، قال وصدقة جارية، أسأل الله أن يجعلنا يقدمون صدقة جارية لهم وفي ميزان حسناتهم. ما يتعلق بالنجاح، أنا كذلك عندي بنتي نجحت الله يرب يحفظها، فهذه الأيام تكثر المناسبات، مناسبات النجاح، وبعضهم يعد العدة للأعياد في مسألة اللي هو إقامة الحفلات الناجحين وما إلى ذلك. لا شك أن الفرح فيه شيء جميل، لكن يا جماعة الخير في الغالب الشيء اللي يقدم كهدية إما باقة ورد ومعها طقم ساعة ولا ترى عمرها المحدود يعني 5 سنوات إذا طولت تتكلم كأطقم، أما الورد اليوم الثاني قد انتهى من ثاني أين يوم. لذلك جميل أن يضمن هذه الهدايا شيء من هذا الإهداء في الوقف، وأتوقع ما أنا معرف إذا كان متاح هذه الخدمة أو لا، أن يكون المبلغ أصلا مخفي ولا المبلغ سهم، يقول لك سهم فقط إيه؟ لكن ما يعرف المبلغ، ما يعرف المبلغ يعني، ولكن في لهم متجر لهم رابط موضح في الشاشة اللي هو متجر تدخل في سهم الوقف حتى بالأمتار متر مربع من الوقف تقدر تختار يعني اللي أنت يعني باختصار اللي تقدمه قليل أو كثير هو دائم ومستمر صدق. وهذا من الأثر الباقي كما قال الله جل وعلا إن نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، هذا الأثر هو الذي يبقى صدقت. لذلك جماعة الخير يعني مختصر أو معتصر المختصر أنه هذه صدقة اجتمعت فيها أزمنة عظيمة وأماكن عظيمة، فالإنسان لابد أن يساهم ويقدم وأن يضمن هدايا النجاح بشيء من هذا يعني الشيء الجميل من أسئلة هذا الأسهم هذا نعم. أنا والله جتني رسالة هي وصلت لزوجتي من أخوها أهداها ما شاء الله حتى ما أعرف كم المبلغ، لكن معناها أني أتشرف وأني أسعدك بهذه الهدية، وهي كانت وقف في بناء مسجد. يا جماعة الخير الفكرة مختصرها أنه هي تقولي بهذا النص تقول والله العظيم أن أجمل هدية جتني، على أنه ما في شيء محسوس، لكن عظم الفضل اللي راح يترتب عليه ومستمر إلى قيام الساعة هذا اللي يجعل الإنسان أنه يطمئن ويرتاح. بشرى لطيبة من نبي تأخيا وتأفى ولمن تصدق أو عساه.